هلا بالغالية. هلا. وين العيال؟ ماني شايفهم. كلهم في غرفته وفهد راح الكافيه. يما أنا جيت أبتقهوى معك. أدلى قدامك تقهوى لوحدك. قصدي في كلام ودي أقوله. ما عاد ينفع الكلام. أبرك لك تروح تشوف أشغالك. يما أرجوك. أقعدي شوي، أقعدي. أقعدي. أنا لي فترة شايف اسمي ضايقة. حتى السلام يغلط تردين علي. أنا غلطان في شيء؟ أنت أدري وش اللي مزعلني يا ماجد؟ يما ترى تظلميني والله. أنا ما ظلمتك. كل شيء واضح وضوح الشمس. أنت قاعد تلعب لعبة كبيرة. أنت ودك نصالح مع بيت البهيتاني. ما بقى إلا تقول لهم تفضلوا الغداء عندنا نعزمكم. لا يما، هالكلام مو بصحيح. أبسألك سؤال واحد بس. أنت بتقفل موضوع حرق الآليات عشان عيالك ولا هذا اللي تبيه جويرية؟ وراك سكت؟ تكلم، جاوب. يما كل اللي أبي أقوله لك اهدي، منتظريني وراح تشوفين ماجد وش راح يسوي. شوف خير.